السلام عليكم، معكم نورة الغازي، عضو المحلي شعبة إسبهان للديمقراطية والمساحة. المهم ديالي اللي كان عندو احتجاج ديالنا على هاد الغلاء اللي الأسعار اللي حنا مبقيناش قادين عليه. حنا في الضيعة اللي كنخدمو 70 درهم، حنا غنخدمو فيها في الأسعار اللي كانت غالية علينا. حنا كما كنعرفو حنا في شعبة إسبهان عضو العاملة الزراعيين، لا سكن، لا غلاوات الحار، إلا تلاقي اللائق اللي كنكونوا فيها، لأننا عايشين في واحد العمال والعاملات الزراعيين كنعيشوا في واحد الهامات، ما كنعيشوش في السكن اللائق ولا مثلا بيوت ولا بيوت. زادوا لنا حتى الأسعار، كما كتشوفوا هاد الأسعار بطريقة صاروخية، غير في القطاع الفلاحي اللي عندنا واحد الصالير 70 درهم ديال الزلالة، هاد 70 درهم كتصور الحار اش غتجيب ليك؟ ما عندهاش ما تجيب ليك، اش غتجيب ليك هذيك سميتها؟ أنا كيبان لي هذاك 70 درهم ديال الكاتب الجهوي لإدارة النقابات الديمقراطية. اليوم تقرر الاتحاد الجهوي هذه الوقفة بسبب أولا غلاء الأسعار، يعني كنا كنعرفوا الوضعية الاجتماعية القاهرة اللي كيتعرض لها الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي عامة بسبب الغلاء الأسعار. أضفت لي كذلك حتى الخضر، بمعنى اليوم المواطن المغربي أصبح يعاني المعاناة. زيادة على هذا كنعيشوا كذلك معاناة أخرى، وهي استهداف الحق في الانتماء النقابي. مجموعة المؤسسات للأسف في هذه الظروف هذه ديال الجائحة تم تسريح واحد مجموعة ديال العمال، تسريحات جماعية وفردية أغلبتها بسبب الانتماء النقابي وحق الممارسة العمل النقابي. تنعيشوا وضعية حقا وضعية مأساوية على المستوى الجهوي من خلال طرد واحد مجموعة ديال المسؤولين النقابيين، كذلك محدودية حل المشاكل، كي كذلك مشكل ديال الأجور اللي واحد مجموعة القطاعات اليوم محرومة من الأجور ديالها، محرومة من الحقوق ديالها، وأكثر من هذا عندما تطالب بحقوقها كتوجد تسويف وعدم فعالية من الأطراف اللي خصها تكون أمور جدية لازم. فهاد الوقفة اليوم هي واحد الوقفة، هي صرخة ديال فيدرال النقابات الديمقراطية من خلال التمثيلية ديال كل القطاعات المتواجدة منخرطة في فيدرال النقابات الديمقراطية من أجل تنديد هذا السلوك ومن أجل رفع الصوت عاليا أننا نرفض هذا الوضع ديال استهداف الحريات النقابية، هذه الوضعية الاجتماعية القاسية على عموم الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي. وبالتالي هذه واحد الصراحة كما قلت لك خصنا نعبروا فيها على الصوت ديالنا. وتحية لكم. شكرا.